قول لي بقى يا محمد، ايه امنياتك؟ تتمنى ايه؟ اطلع للشيخ محمد المطل الشعراوي. يا سلام، ده حلم والله، يا رب يحققه لك يا ابني. انما دراستك ده وتتجه لما تكبر بقى تبقى ايه باذن الله؟ يعني انت عايز تبقى زي مولانا والامام الشيخ محمد متولي الشعراوي، انما يعني ده يعني انك انت هتستمر بقى تمشي في دراسه الازهر، في الازهر الشريف بقى. ها؟ اه. تخصص بقى في الحديث وتفسير القران. يا بختك يا عم، ده انت ربنا مختارك. اللهم اطرح فيك البركه يا رب.